السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس أحمد، وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم سوليدوركس. درس النهاردة عايزين نبدأ نرسم فيه الرسمة دي. الرسمة دي هنبدأ نرسمها على برنامج السوليد، واحنا نبص لها كده هنلاقي اللي احنا الأسهل اللي احنا نبدأ نرسمها من الفرونت بلان، بحيث إن أنا أبدأ أرسم البروفايل ده وأبدأ أعمل له اكسترود بتاعي. طيب، فهفتح برنامج السوليد معايا، هاجي أرسم في الفرونت بلان وأقول له سكتش، وهاجي أرسم نفس البروفايل اللي موجود معايا وهرسم لاين بالمنظر ده هنا كده افقي، وبعد كده اعمله حتة رأسية، وبعد كده اخليه مايل افقي مايل رأسي، وابدأ اقول له smart dimension ان الطول ده معايا 86 ملي بالمنظر ده، ارتفاع بتاعي من تحت لفوق خالص 56 ملي بالمنظر ده. كويس، عندي الارتفاع الصغير ده 12 ملي، دي كده 12، دي كده 12، عندي المسافة دي 48 ملي بالمنظر ده. يبقى أنا 48 من 86، لو فتحت الكالكوليتر يبقى 86 ناقص 48، 38 هقسمها على 2 فيها 19، فانا هقول له ان المسافة من هنا لهنا 19 ملي. ابدأ اقول له اكزي سكتش، واقول له فيتشر اكسترود على 34 ملي، وابدأ اقول له صح على كده. هبدأ بعد كده اعمل سكتش في السطح اللي هنا، اقول له سكتش، وهبدأ ارسم ريكتانجل، هعمل ريكتانجل هنا وريكتانجل الناحية التانية بالمنظر ده smart dimension ان الريكتانجل ده العمق بتاعه او المسافة دي 8 ملي، والمسافة دي كمان 8 ملي، المسافة من هنا لهنا 15 بالمنظر ده، والمسافة برضو من هنا لهنا 15. المسافة دي 15 وهنا برضو 15. هبدأ أقول إكزي سكتش إكسترود كات، ثرو أول، وأقول له صح. عايز أرسم بعد كده الاتنين الجنب دول، فهاجي أرسم على البلان ده أقول له سكتش عليه، وأبدأ أرسم نفس البروفايل اللي موجود معايا مستلس أفقي بالمنظر ده، بس هينزل هنا رأسي مايل، وأبدأ أقول له smart dimension إن المسافة بتاعتي الرأسي ده 28، بس أخليه رأسي بقى، فهعمل إيه، هخلي كده شوية وأتك عليه وأقول له خلولي vertical، أقول له smart dimension إن الرأس بتاعي ده 28 ملي، أقول له إن ده 28، وعندي 78 من بره بره. تمام، طيب لو قلنا 78 ناقص 48 فيها ال 30، 30 على 2 15، يبقى المسافة دي كده 15، هشيل دي، المسافة دي كده 15، ويكون ده أول مسافة. بعد كده من هنا، بعد كده هجيب النقطة دي هنا كده، هي دي كده مش رأسي، فهعمل لها ديليت، وهجيب ده كده هنا النقطة دي، تمام. هي هنا الحقيقة مش موجود معايا البعد ده، فأنا ممكن هنسيبها على كده عادي مفيش مشكلة فيها، تمام. أو ممكن لو رفعت دي كده شوية وأحاول أنزل دي، بس هي محكومة بال28، فأنا ممكن دي هعملها ديليت وأخلي دي رأسي، تمام، وهسيبها بالبعد ده كده، إن هو هنا مش معايا البعد بتاع الرأس بتاعها، فهقول له exit sketch
وهقول له فيتشر او اقول له اكسترود الناحية التانية على 18 مللي بس من اوفست بلان. الاوفست بلان بتاعي على 8 مللي يكون الناحية التانية واقول له صح على كده. بعد كده هبدأ اعمل reference geometry بلان واحدد بلان في النص الجسم بالظبط علشان اعمل له ميرور للحتة دي الناحية التانية. فانا هتك على السطح ده واتك على السطح الناحية التانية هيعمل لي بلان في النص واقول له صح على كده. وابدأ بعد كده اقول له ميرور للفيتشر دي حوالين البلان ده واقول له صح. بعد كده ممكن اعمل هايد للبلان اقول له هايد وابدأ احط ماتيريال للجسم بتاعي. كليك يمين واقول له edit material. ممكن احط ماتيريال بتاعتي مثلا تكون كبر الوي وهنا اقول له كبر واقول له ابلاي كلوز. كده انا حطيت الماتيريال بتاعتي كبر. في ناس سألتني كتير عايزين يعرفوا الكتلة بيطلعوها ازاي كتلة الكبر. احنا دلوقتي حطينا ماتيريال خلاص. فهاجي من هنا اقول له render اقول له evaluate واقول له mass properties. هنا هيطلع لي ان كتلة الجسم بتاعتي حوالي 1124 جرام يعني كيلو و100 جرام تقريبا. تمام يبقى ده كده كتلة الجسم بتاعي. يبقى ده كده كان الدرس بتاع النهارده. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك learn.soedorksarabic وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.